المسألة الثانية أنه كلا المسرح وكلا الوقائع الافتراضية في حقيقة لا تجد تنظيم أو تنظيم المهرجان هو مسؤولية ومسؤوليته دابور في استمراريته ومسؤوليته كذلك أن يبحث عن الأسئلة الجديدة التي يطرحها المسرح الجامعي محليا ودوليا. مسؤوليته كذلك أن يفتح أفق متجدد للمعرفة المسرحية، وهذا ما نحاول طبعا في هذه الدورة أن نقوم به بطرحنا عدة أسئلة حول علاقة المسرح بالعوالم الافتراضية. نحن نعلم أنه الجميع الآن أصبح يتكلم عن الذكاء الاصطناعي، يتكلم عن المدن المتعلمة أو العالمة، نتكلم الآن عن تكنولوجيا الغامرة أو الاختماسية لتكنولوجيا إيميرسيف، نتكلم عن الإنسان الآلي. كل هذه التكنولوجيات تم إدماجها في فنون أخرى كالسينما والألعاب إلى آخره. السؤال الذي نطرحه هو هل يمكن للمسرح أن يدمج هذه التكنولوجيا؟ هل يمكن للمسرح أن يقبل نفس المقاربة؟ يعني المسرح كفن تعبيري، فن تمثيلي، هل يقبل نفس المقاربة التي تقبلها فنون الشاشة كالسينما مثلا؟ وإذا تمت هذه العملية، ما هو مستقبل المسرح بمفهومه الكلاسيكي؟ هل يجب عليه أن يعيد النظر في تعريفه، النظر في تكوينه إلى آخره؟ هذه هي الأسئلة التي سنطرحها في هذا في هذه الدورة التي سيستفيد منها لا محالة عدد كبير من الطلبة، سواء من الطلبة المحليين أو من الطلبة الأتينا من دول أخرى إن شاء الله.